حكاية المشاجرة. ما الذي يحدث يا زينة؟ شخصان يتشاجران فيما بينهما. يجب أن نذهب إليهما وننظر ما الأمر. لا تتعب نفسك يا رشيد، لا دخل لنا بما يحدث. لا تقل ذلك يا باسل، فعلى الأقل نحاول أن نصلح بينهما. ولا تنسى أن جميع من في النادي زملاؤنا في المدرسة. رشيد عنده حق يا باسل. أمرك يا رشيد، طالما أن زينة دائما في صفك. أنا في صف الحق والخير يا باسل. إنهما أيمن وعادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا الذي أرى؟ عادل وأيمن يتشاجران. أنا أعرف أن صداقتكما قوية. ما الذي حدث بينكما؟ تفضل يا رشيد، تفضل يا باسل، اجلسا. لماذا لا تجلس يا أيمن؟ لن أجلس مع هذا الشخص أبداً، لأنه يتهمني بالخيانة. اهدأ يا أيمن حتى نسمع حكايتكما. إذن ما الذي حدث بينكما؟ لقد أعطيت أيمن مبلغاً من المال ليحفظه لي، وطلبت منه اليوم أن يعيده لي فأنكر. لقد طلبت منك فرصة حتى أحضر لك المال، ولكنك أصررت أن تأخذه اليوم، فقلت ليس لك مال عندي. أسمعت يا رشيد وأنت يا باسل؟ إنه يقول ليس لك مال عندي. اهدأ يا عادل، وسوف تحل المشكلة بإذن الله. ولماذا تطلب فرصة من الوقت لرد المال يا أيمن، وقد أقررت بأنك أخذت منه المال بالفعل؟ لقد أنفقته في بعض حاجاتي وسوف أعيده له، ولكنه استفزني. ليس من حقك يا أيمن أن تنفقه دون أن تستأذن من صاحبي، لأنه وضعه عندك أمانة، فكان لابد أن تحفظه له وترده إليه عندما يطلبه في أي وقت. أعرف أنني أخطأ، ولكنه استفزني كما قلت، وسوف أرد له المال في أسرع وقت. لقد اعترف أيمن بخطئه يا عادل، ويجب أن تسامحه. لقد سامحت. لا تنسى يا باسل أني أعطيتك بعض العسل منذ فترة، وأنا أريده منك الآن. لقد قلت لي من قبل إنه هدية. لا تقلق هكذا يا باسل، لقد كنت أمزح معك. والآن اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أدعوكم جميعا إلى تناول مشروب بارد. اشترك بالقناة من فضلك. اشترك بالقناة من فضلك. اشترك بالقناة من فضلك.